بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي، أعزائي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس السابع من مقرر علوم الحديث المقرر على المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف المصرية، نعيش هذه اللحظات المباركات إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء يأتي بعد أن انتهينا من أنواع الحديث المقبول وتقسيماته المتعددة باعتبار العدد وباعتبار القبول أو الرد وباعتبار العمل به أو عدم العمل به. يأتي اليوم لنبدأ مع الحديث المردود، والحديث المردود يا أبنائي هو اسم لكل حديث فقد شرطا من شروط القبول التي ذكرناها لكم وفصلناها لكم. أي شرط من شروط القبول فقد نقل الحديث من المقبول سواء صحيح أو حسن إلى الضعيف المردود، ويكون في هذه الحالة للأسف لا نعمل به. المردود أطلق العلماء عليه اصطلاح الضعيف، لكن يا أبنائي الضعيف ده ساعات يكون ضعيف ضعف شديد جدا جدا، وهذا لا يقبل ولا يمكن أن نلتفت إليه، بل ننزه السنة منه ويعني نلقيه جانبا وننقي منه السنة. وساعات يكون ضعفه ضعف متوسط، ففي هذه الحالة ينظر إلى متابعات، لعل متابعات يعني إيه تأتي بمثله أو تقويه. وفي بعض الأحيان يكون الضعف فيه خفيف، ضعف خفيف، يعني مثلا قيل في أحد رواته أنه صدوق يهم أو صدوق يخطئ. هل بالله يا جماعة صدوق يعني صيغة مبالغة من الصدق؟ فهذا بلغ أعلى درجات العدالة من صدق وأمانة وورع وتقوى وعبادة لله، لكن يعني سكت عن مدح ضبطه، أو قيل أنه يهم أو يخطئ أحيانا. هل بالله عليكم من يخطئ أحيانا يكون في جميع أحاديثه قد أخطأ، في جميع أحاديثه قد وهم، في جميع أحاديثه قد غلط؟ لا لا، ولذلك هذا الذي نسميه الضعيف ضعف خفيف. يلا بينا نشوف موضوع الضعيف ضعف خفيف هنعمل فيه ايه. اولا الضعيف ده هل تجوز روايته في كتب السنة ام لا تجوز روايته؟ اولا الإمام النووي رحمه الله والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله قالوا يجوز رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. يعني إيه معناها؟ يعني معناها أنا أصعد على منبر رسول الله، فإذا صعدت أريد أن أرغب الناس في الخير وما يثيبهم وما يقربهم إلى عبادة الله وما يقربهم إلى تقوى الله وما يقربهم إلى مكارم الأخلاق، فأذكر حديثا ضعيفا ضعفا خفيفا، أو أرهبهم من الكبائر أو أزجرهم من الوقوع في الآثام فأذكر حديثا ضعيفا. قال العلماء لا بأس بروايته.
يعني يروى العلماء. طيب كويس. الإمام ابن عبد البر يقول: أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب لا نحتاج إلي فيها إلى من يحتج به من الرواة. يعني ابن عبد البر بيقول يعني احنا لما نروي احاديث الفضائل الترغيب والترهيب ما بندققش ان احنا يعني ناتي بالاسانيد اللي رواتها يحتج بهم، يعني وصلوا درجه الصحيح والحسن، ان كان اقل من كده بنتسامح ونرويها. سيدنا الامام عبد الرحمن بن مهدي بيقول: كنا اذا روينا في الحلال والحرام، يعني احاديث الاحكام، تشددنا في الرواه، يعني لازم يكون ثقه. واذا روينا في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب تسامحنا في الرواه. تمام يا اولادي؟ يبقى هنا في ايه؟ تسامح في الاحاديث الضعيفه، في الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال، وخصوصا الاحاديث الضعيفه ضعف ايه؟ خفيف. الحقيقه بعض العلماء يعني قالوا حتى في فضائل الاعمال مش عايزينها، لكن في راي ثالث قالوا احنا بنرفضها في احاديث العقائد والاحكام الشرعيه، ودي احنا مش هنختلف معاهم. فعلا اذا كانت الاحاديث الضعيفه في العقائد فهي لا تقبل، وفي الاحكام الشرعيه التي يبنى عليها تشريع حلال وحرام ايضا احنا برضو بنرفضها وما نقبلهاش. تمام. طيب الطريقه التي نروي بها الحديث الضعيف، ايه الطريقه اللي نروي بها الحديث الضعيف؟ حاجه من اتنين، انت هتذكره بسنده ولا هتذكر متنه بس ومش هتذكره بسنده؟ والله ان كنت هتذكره بسنده يبقى تقول هذا الحديث اسناده ضعيف. اسناده ايه؟ ضعيف. طب ليه انا ما قلتش الحديث ده ضعيف؟ قال لك لا، ما انت تقول اسناده ضعيف لعل له اسناد اخر يقويه، لعل انت عندك قصور في دراسه الاسناد، لعل الاسناد ضعيف لكن المتن ثابت من سند اخر والمتن كويس صحيح او حسن، يبقى تقول اسناده ايه؟ خد بالاحتياط، اسناده ايه؟ ضعيف. طب لو واحد من الأئمة الجهابزة الكبار اللي بيجمعوا روايات الحديث وفنوا أعمارهم في الحديث زي الإمام النووي الذهبي الحافظ ابن حجر الإمام العراقي، الناس الكبار دول قالوا إحنا بعد البحث والتحري وشربنا المر لقينا الحديث ده ضعيف، يبقى أقول الحديث ضعيف ضعفه فلان، ما عندكش مشكلة. خلاص. طيب لو أنا حروي الحديث بدون اسناد يبقى حاجه من اتنين، حرويه لطلاب العلم زيكم كده ولا حرويه على المنبر لعامه الناس. لو كنت حرويه لعامه الناس اذكر الحديث وفي نهايته اقول ولكن هذا الحديث ضعيف. دي امانه يا اولادي، امانه يا بناتي، لكن هذا الحديث ضعيف لانك انت ما ذكرتش سنده. طيب لو انت هتذكره لأهل العلم زي أبنائنا الطلاب وأبناء مراكز الثقافية اللي زيكم حروي ليهم، قال لك لا ده دولة علماء ومشروع عالم، لابد أن تخاطبهم بما هم تأهلوا له، واللبيب بالإشارة يفهمه. يبقى أنا هنا أخاطبكم بالإشارة مش بالعبارة. يعني إيه الإشارة؟ حين يكون الحديث ضعيف أصوغه وأنقله إليكم بصيغة التمريض. بصيغة إيه؟ بصيغة التمريض. يعني إيه؟ أقول لكم إيه؟ يروى عن رسول الله، قيل أن رسول الله كذا، روي أن رسول الله صلى، لكن ما أقولش قال رسول الله بالجزم، ما ينفعش لأن الحديث ضعيف. يبقى أنا لما أتيت له به
بصيغة التمريض لأهل العلم، فقه أهل العلم أن هذا الحديث من صيغة التمريض حديث إيه؟ ضعيف. واضح يا أولادي؟ واضح يا بناتي؟ طيب دي طريقة روايته. طب إيه حكم العمل بالحديث الضعيف؟ دي مشكلة. حكم العمل بالحديث الضعيف، أول حاجة هقول لكم في ثلاث وجهات نظر، والثلاث وجهات نظر شكلها مختلف لكن متقارب، وكل وجهة نظر يا جماعة يعني لم تنتج من فراغ، كل وجهة نظر القصد بتاعهم الحفاظ على السنة، صيانة السنة، حماية السنة. الرأي الأول وهو رأي شديد جدا وتزعمه سيدنا الإمام البخاري والإمام مسلم ويحيى بن معين رضي الله عنه وأرضاه والإمام ابن حزم وغيرهم ممن تشددوا في هذا الأمر. الحقيقة قالوا إيه؟ قالوا الحديث الضعيف لا يجوز العمل به البتة، ضعف خفيف، ضعف شديد، ضعف مش عارف إيه، قال لك العمل به لا. ليه؟ قال لك لأنه مشكوك في نسبته إلى رسول الله، يعني لم يحز صحة أو حسن أو الوثوق بنسبته لرسول الله، فما دام مشكوك في نسبته لرسول الله أنا ما أقوله ولا أعمل به أبدا. ده وجهة نظرهم. الإمام أبو داود والإمام أحمد بن حنبل وده الرأي الثاني قالوا يعمل بالحديث الضعيف ضعف خفيف في الفضائل والأحكام الشرعية، بس إمتى أعمل به في الأحكام الشرعية يا أولادي؟ قالوا إذا لم يوجد في الباب غيره. يبقى الرأي الثاني أجازوا العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية بس بشرط إذا لم يوجد في الباب غيره، وهذا قاله الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني. سألناهم يا أولادي ليه القيد ده إذا لم يوجد في الباب غيره؟ قالوا لأنه إذا لم يوجد في الباب في المسألة غير هذا الحديث الضعيف وضعف خفيف ولم نأخذ بهذا الحديث ماذا نفعل؟ قلنا لهم تجتهدوا أو تأخذوا برأي الرجال. قال فإن العمل بالضعيف أولى عندنا وأفضل من الأخذ برأي الرجال. ده وجهة نظرهم. تعالوا نشوفوا الرأي الثالث وهو رأي جمهور المتأخرين قال به الحافظ ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني والإمام النووي والإمام العراقي والإمام الذهبي والشيخ زكريا الأنصاري والإمام السخاوي والإمام السيوطي، كل دول قالوا بهذا الرأي يا أولادي، قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. كلام جميل. طيب في ضوابط ولا قيود؟ الإمام ابن حجر قال لك أيوة أنا هحط ضوابط وقيود ثلاثة علشان نعمل بالحديث الضعيف وكمان في فضائل الأعمال. إيه الضوابط والقيود والشروط اللي ذكرها ابن حجر؟ قال لك أول حاجة أن يكون الضعف خفيف، يعني بسبب ضبط الراوي. ضبط إيه؟ الراوي. الضعف إيه؟ خفيف. الشرط الثاني اللي حطه الحافظ ابن حجر يا أولادي قالوا أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به في الشريعة الإسلامية، يعني ما يبقاش ضعيف ويخالف أصل من أصول الشريعة أو مقاصد الشريعة الإسلامية، ما ينفعش، لازم يندرج ويتحد ويكون موافقا لأصول الشريعة الإسلامية. رقم ثلاثة قال لك ألا تعتقد
عند العمل به ثبوته عن رسول الله. ليه؟ قال لك لأنك لو اعتقدت أنه ثابت عن رسول الله نقلته من الضعيف إلى الصحيح، ما ينفعش الكلام ده، ما يصحش، هو ضعيف وأعمل به على أنه إيه؟ على أنه ضعيف. وهذا هو الرأي الثالث في القول بحكم العمل بالحديث الضعيف. هل توجد مصنفات يا أولادي في الحديث الضعيف؟ الجواب نعم. كتاب الضعفاء للإمام العقيلي الكامل في الضعفاء للإمام ابن عدي، كتاب المجروحين للإمام ابن حبان، وكذلك الحديث الضعيف منثور في جميع كتب السنة وفي أغلب كتب السنة النبوية المطهرة يا أولادي. ففي هذه الحالة ما تخافوش، المصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، البيهقي، كله موجود فيه ضعيف وموجود فيه حسن وموجود فيه صحيح، لكن اللي مش موجود فيه ضعيف أبدا البخاري ومسلم، دول مستحيل يكون فيهم حديث ضعيف ما دام متصل السند. الضعف في الحديث والرد في الحديث يا أولادي ينتج زي ما قلنا إن فقد شرطا من شروط القبول. طب ما شروط القبول عندنا خمسة: اتصال السند، عدالة وضبط الرواة، الشذوذ والعلة، صح ولا لا؟ فتعالوا نشوفوا الضعيف بسبب فقدان شرط اتصال السند. فقدان شرط ايه؟ اتصال السند. يعني ايه شرط فقدان اتصال السند؟ يعني حصل سقط في أثناء رواية الحديث بإسناده. يعني إيه برضو؟ قال لك يعني مثلا الراوي روى عن واحد، الواحد اللي روى عنه ده لا شافه ولا قابله ولا عاصره ولا كان إيه في زمن حياته ده أصلا اتولد. عرفنا إن إيه في راوي ساقط مش معروف. السقط في الراوي ده يخلينا نقول يا ترى اللي سقط ده ثقة ولا مش ثقة، ضعيف ولا مش ضعيف، قوي ولا مش قوي، صادق ولا كذاب. ما دام ما عرفناهوش إذن بسبب عدم وجوده نضعف الحديث أوتوماتيك على طول، لازم نضعف الحديث. ليه؟ لأن الذي سقط هذا لا أعرف من هو وما حاله وما درجته، كل ده ما عرفوش. يبقى إذن في الحالة دي على طول أخذ بالاحتياط للسنة وأقول الحديث ضعيف وأريح بالي علشان في ساقط منه. تمام، يلا نشوف السقط. السقط يا جماعة يكون أحيانا من بداية السند عند المصنف، سواء أبو داود، الترمذي، النسائي، البخاري، غير ذلك، وإما أن يكون في وسط السند، وإما أن يكون في آخر السند عند الصحابي. تمام؟ طيب، يبقى في الحالة دي هنبدأ من البداية من تحت. لو سقط راوي أو أكثر من بداية السند عند المؤلف، عند المصنف، عند صاحب المصدر من مصادر السنة، هنسميه السقط ده ايه؟ قال لك معلق. معلق يعني ايه؟ سقط من تحت مفيش ومن فوق موجود. ممكن السقط يكون راوي، ممكن اتنين ورا بعض، ممكن ثلاثة ورا بعض، المهم يكون من بداية السند. سميناه ايه؟ المعلق. تمام؟ زي ايه؟ الحديث ممكن السند كله يسقط، واول والثاني والثالث والرابع، ممكن، مفيش مشكله. زي سيدنا الامام البخاري لما قال عن ابن عباس، شوف بين البخاري وابن عباس فجوه كبيره، كذا راوي دول سقطوا، يبقى هنا سميناه ايه؟ علقه الامام البخاري عن ابن عباس: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني في الرقية بكتاب الله. طيب،
ايه حكم الحديث المعلق؟ طبعا ضعيف، طبعا ضعيف. في استثناءات، قال لك العلماء يستثنى من ضعف المعلق المعلقات عند الإمام البخاري. يعني ايه؟ هنخليه محاباة ونقول المعلقات ما جاب عند البخاري تبقى صحيحة؟ الجواب لا، لا. الإمام البخاري ليه طريقتين في إيراد المعلق. طريقة بيقول لك إن ده ضعيف أو ممكن يكون ضعيف، وطريقة بيقول لك أنا ضامنه ما تخافش منه، ده ما بين الصحيح والحسن. طب إيه الطريقتين اللي بيروي بيهم الإمام البخاري عشان نعرف إنه هو المقبول ولا ضعيف؟ إذا رواه الإمام البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من أسند إليه، أو على الأقل حسن لمن أسند إليه. قال ابن عباس، قال فلان، صحيح. طيب وإذا رواه الإمام البخاري بصيغة التمريض فهو قد يكون ضعيفا، ضعف شديد، ضعف غير شديد، لكن 99% هيكون الضعف خفيف جدا. طب ليه؟ قال لك لو الضعف شديد كان الإمام البخاري نزه منه صحيحه، نزه منه إيه؟ الصحيح، فكان أخرجه حتى ولو كان معلقا من صحيحه، وإنما ضعفه إيه؟ خفيف. يبقى إذن الحديث المعلق لو أورده الإمام البخاري بصيغة التمريض فهذا يعني أنه يضعفه، يضعفه، ولكن ضعفه خفيف. تمام يا أولادي؟ يلا بينا ننتقل للنوع الثاني، وهو من السقط في السند. النوع الثاني اسمه المعضل. المعضل يعني إيه معضل؟ قال لك يعني سقط منه اثنين على التوالي. طب اثنين على التوالي في بداية السند ولا في وسط السند؟ قال لك ممكن في بداية السند وممكن في وسط السند، ممكن في بداية السند وممكن ايه في وسط السند، يبقى في الحالتين اسمه معضل. طب ليه سميناه معضل؟ قال لك لان الاعضال جاله ايه، ان اثنين ورا بعض على طول، فمن هنا سموه معضلا. تمام. طب المعضل ده حالته ايه يا جماعة؟ المعضل حالته ضعيف طبعا، لان في اثنين، اذا كان الواحد بس ضعفنا بسبب الحديث يبقى مش هنضعف بسبب الاثنين، طبيعي لازم نضعف. تمام. طب ايه العلاقة بين المعلق وبين المعضل؟ قال لك والله لو المعلق من، لو الاعضال من بداية السند باثنين وقعوا، يعني باثنين سقطوا من بداية السند، فده هسميه معضل وممكن اسميه معلق لان من بداية السند، فيتحدان في صورة. لكن ان كان السقوط من وسط السند معضل، لكن اقدر اسميه معلق؟ لا، لان المعلق لازم يكون السقط من بداية ايه؟ السند. تمام يا اولادي؟ مثال هذكره لكم، وعلى فكرة الامثلة مش موجودة دي في نزهة النظر، انا بذكرها لكم لاتضاح المقال بس، ويعني كجانب توسعة وفهم للمقرأ. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، الحاكم روى عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف إلا بما يطيق. سقط من هذا الحديث بعد الإمام مالك اثنين، سيدنا محمد بن عجلان وأبوه أيضا، ورواه عن شيخ أبي محمد بن عجلان. فلما سقط محمد بن عجلان وأبوه قلنا أنه إيه؟ معضل. تمام. تعالوا نشوف النوع الثالث وهو المنقطع. المنقطع ايه هو المنقطع؟ قال لك المنقطع سقط واحد بس، بس في اثناء السند، سقط واحد بس في اثناء السند. طب ممكن يسقط اثنين؟ قال لك بس ايه، في موضعين يسقط اثنين في موضعين، يعني ممكن
السند الواحد في انقطاع واحد، ممكن يكون في انقطاعين، ممكن يكون في انقطاعين موجودين في السند. تمام يا جماعة؟ هنا أذكر لكم مثال. عبد الرزاق الصنعاني روى حديث عن الثوري، والثوري رواه عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا أن رسول الله قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، يعني الخلافة. إيه اللي حصل في السند ده؟ اللي حصل في السند ده إن عبد الرزاق أسقط النعمان بن أبي شيبة بينه وبين الثوري. أسقط مين؟ ده أول انقطاع. بعد كده سيدنا الإمام الثوري أسقط شريك بينه وبين أبي إسحاق، انقطاع تاني. يبقى كأن السند حصل إيه؟ في انقطاعين في موضعين. خلاص؟ يعني أنا هضرب يعني مثال بسيط كده. لو أن السند سبع رواه، سبع إيه؟ رواه، فجاء سقط رقم ثلاثة ورقم ستة، ثلاثة انقطاع وستة انقطاع. تمام؟ طب لو سقط رقم ثلاثة وأربعة ورا بعض، يبقى ده معضل مش منقطع. واضح يا أولادي؟ تمام. طيب أنا هعرف الانقطاع إزاي؟ كيف أعرف إن هنا في انقطاع في السند؟ قال لك أول حاجة اجمع طرق الحديث. اجمع إيه؟ طرق الحديث. فلما تجد من خلال طرق الحديث في سند آخر في واحد موجود ما كانش موجود في الأول، يبقى ده كان إيه؟ ساقط. دي أول حاجة، أول طريقة. الطريقة الثانية تاريخ الميلاد والوفاة بين الرواة. فلما أجيب تاريخ ميلاد التلميذ وتاريخ ميلاد الشيخ، إن كان تعاصرا يبقى إن شاء الله ما فيش انقطاع. طيب إن كان ما ده يعني مثلا مات قبل أن يولد هذا، أو مات قبل وكان هذا طفل صغير، ما ينفعش يروي الحديث، يبقى هنا برضو في انقطاع، لأن لما كبر أخذ عن تلميذ هذا الشيخ اللي مات، فأسقط التلميذ وذكر الشيخ. صح ولا لا؟ دي يبقى تاريخ الميلاد وتاريخ إيه؟ الوفاة بتدلنا على إن في سقط ولا ما فيش سقط. الحاجة التانية بنتكئ ونتكل على أئمة جهابذة جمعوا بين علم الحديث رواية ودراية وأفنوا أعمارهم، فهؤلاء يبحثون، فإذا قالوا لنا هنا في سقط نقول لهم حاضر في سقط. نعم ممكن نبحث وراهم ونتأكد وراهم، ده ما فيش مانع، لكن دلالتهم بتبقى مش من فراغ، من علم ووعي وفهم ودراسة. بعد كده في انقطاع بيحصل أو سقط بيحصل فين يا ولادي؟ في آخر السند. في آخر إيه؟ السند. إيه يا ترى السقط اللي في آخر السند؟ قال لك عند الصحابي. عند إيه؟ الصحابي أو التابعي. بمعنى أن يأتي التابعي ويقول قال رسول الله. طب يا تابعي قلت قال رسول الله، هل رأيت رسول الله؟ لا طبعا. لو رأى رسول الله كنا سميناه صحابي، وإحنا بنسميه تابعي، إذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا وتأكدنا أن من روى عنه التابعي، شيخ التابعي، سقط. سقط. طيب شيخ التابعي يا جماعة هيكون إيه؟ 100% صحابي؟ لا لا مش شرط، ممكن يكون 90% صحابي، لكن 10% ممكن التابعي يروي عن زميله، عن تابعي آخر. ممكن التابعي الصغير يروي عن التابعي اللي أكبر منه، مش كده ولا إيه؟ مش ممكن أنت تروي الرواية بتاعتي أنا مش مني أنا مباشرة، ممكن تاخدها من زميلك، وزميلك يقول لك ده الدكتور جاد قال كذا كذا كذا. يبقى إذن يا أولادي
ليس يقينا إذا قال التابعي قال رسول الله أنه أسقط الصحابي، ولكن قد يكون سقط التابعي زميله وسقط صحابي كمان. تمام. ومن هنا سميناه المرسل. سميناه إيه؟ المرسل. عرف المرسل يا ولدي. أقول المرسل هو من سقط منه من فوق التابعي. اوعى اوعى تقول سقط الصحابي، لا، سقط منه من فوق التابعي. فوق التابعي ممكن يكون تابعي وصحابي، ممكن يكون صحابي، ممكن اثنين تابعين وصحابي، كل وارد، كل ايه وارد. ومن هنا علماؤنا الأجلاء اختلفوا في حكم العمل بالمرسل. يا ترى المرسل ده نحتج به وكأنه مقبول ونعمل به في الأحكام الشرعية وفي فضائل الأعمال وفي كله، ولا ما نعملش به؟ اختلفوا إلى ثلاثة آراء. أذكر لكم الآراء الثلاثة، وكل واحد فيكم يختار الرأي اللي يناسب ليه واللي يريحه واللي شايفه هو أصح. الرأي الأول، وهو رأي جمهور المحدثين، وطبعا لما نقول جمهور المحدثين هتلاقي معاهم البخاري ومسلم ويحيى بن معين وابن مهدي، العلماء الجهابذة الكبار دول. جمهور المحدثين قالوا المرسل ضعيف. لماذا يا جمهور المحدثين قلتم أن المرسل ضعيف؟ قالوا لأن الساقط لا نعرف عينه ولا حاله، لعله تابعي نساي ضعيف بسبب الضبط، لعله تابعي ضعيف بسبب العدالة، إحنا ما نعرفش عنه حاجة. وما دام لا نعرف عنه شيئا، الاحتياط أن نضعف الحديث ولا نحتج به ولا نعمل به. في كل شيء، قالوا في كل شيء، في أحكام، في عقائد، في فضائل الأعمال، في ترغيب وترهيب، لا يعمل بالحديث المرسل البتة. حتى وإن كان المرسل ثقة، قالوا حتى لو كان المرسل ثقة، لأن إيه المانع المرسل ده اللي موجود وقال قال رسول الله مع أنه ثقة يأخذ عن رجل غير ثقة، يعني ضعيف، لا مانع. تمام. ده الرأي الأول يا أولادي. تعالوا شوفوا الرأي الثاني. والرأي الثاني ذهب إليه الفقهاء الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. الثلاثة دول قالوا أن الحديث المرسل إحنا هنحتج به بشرطين. نحتج به إيه؟ بشرطين. إيه الشرطين دول؟ قال لك أن يكون المرسل من كبار التابعين. أن يكون المرسل الراوي اللي قال قال رسول الله، التابعي اللي قال رسول الله، من كبار التابعين. دي أول حاجة. تاني حاجة قال لك أن يكون ثقة هو في ذاته. طب ليه أخذته وحطيته البندين دول، الشرطين دول؟ قال لك لأن التابعي الذي هو من خير القرون وشهد لهم النبي بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو ثقة يعني عدل وضابط، لا يستحل أبدا على نفسه أن ينسب إلى رسول الله قولا تبنى عليه أحكام شرعية وهو يعلم أنه أخذه من ضعيف. هل يعقل الكبير التابعين الثقة اللي وصل أعلى درجات التقوى والأمانة والورع والصدق والضبط يسمح لنفسه إنه يقول قال رسول الله إلا إذا كان متأكدا أن الذي أخذ عنه صحابي أو ثقة؟
يبقى بنوا حكمهم على حسن ظنهم بالمرسل لأنه من كبار التابعين ولأنه ثقة. وضحت يا أولادي؟ الحاجة التانية اللي قالوها، قالوا إحنا اشترطنا كلمة كبار التابعين ليه؟ قال لك لأن كبار التابعين في الغالب وفي الكثير لا يروي إلا عن الصحابي، ده بالغالب. طيب الرأي الثالث قال لك هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال أنا أقبل الحديث المرسل وفي الأحكام الشرعية، مش في الترغيب والترهيب بس، في الأحكام الشرعية، ولكن بشروط سبعة، بشروط سبعة. ثلاثة في المرسل الراوي التابعي، وأربعة لازم يتوفر منهم واحد في النص المتن الحديث المرسل. طب ايه الثلاثة اللي في المرسل؟ قال لك أول حاجة أن يكون المرسل ثقة من كبار التابعين. الحاجة الثانية أن يكون هذا المرسل متخصص في الرواية عن الثقات، أي لا يروي إلا عن الثقات. الحاجة الثالثة أنه لا يخالف الثقات، يعني ما عنده شذوذ، لا يخالف الثقات، كل أحاديثه موافقة للثقات. ده الثلاثة في المرسل. طب أمال إيه الأربعة اللي لازم يتوفر واحد منهم في النص في المرسل؟ قال لك أول حاجة أن يأتي هذا الحديث المرسل من طريق آخر، يعني سند آخر وآخرين غير هذا المرسل، من طريق آخر موصول مرفوع للنبي. حلو، يبقى الموصول قوى إيه المرسل. اثنين، أن يأتي هذا الحديث المرسل من طريق آخر موقوف على صحابي. ثلاثة، أن يأتي هذا الحديث المرسل من طريق آخر مرسل أيضا، يبقى اثنين مرسل عشان يقووا بعض. الرابع، أن يفتي بهذا المرسل جمهور أهل العلم، جمهور إيه؟ أهل العلم. تمام كده يا جماعة؟ واضح؟ والحقيقة الإمام أبو داود ألف كتاب جميل جدا جدا في موضوع المرسل ده، وسماه المراسيل. والإمام العلائي ألف كتاب برضه سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ومن الكتب القيمة أيضا. بعد كده يا جماعة في نوع تاني في المرسل يسير وسهل جدا، ده اسمه مرسل الصحابي. مرسل الصحابي ده يعني إيه؟ أن يأتي الصحابي الصغير الذي كان طفلا طفلا في عصر رسول الله وفي حياة رسول الله ويقول قال رسول الله. نقول له أنت كنت طفل صغير إذن فأخذت هذا الحديث من إيه؟ من غيرك، من أبيك، من عمك الصحابي، من خالك الصحابي، من جيرانك الصحابي، يبقى نقول له إيه؟ إحنا حديثك ده مرسل. وممكن يكون واحد ذكر حديث في واقعة قبل أن يدخل هو في الإسلام، يبقى معناها إيه؟ نقلها من مين؟ من صحابي آخر. جمهور العلماء جميعا قالوا مرسل الصحابي حجة ويعمل به ولا إشكال فيه. ليه؟ قال لك لأن الصحابي مشهود لهم بالعدالة، ومشهود لهم من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومعلوم أن الصحابي إذا روى عن صحابي مثله، وإذا روى عن صحابي مثله فلا إشكال. إحنا عندنا كل الصحابة عدول على العين وعلى الرأس ونقبل حديثهم، وإذا روى عن غير الصحابي فإنه في الغالب يبين ذلك أن هذا أخذه عن إيه؟ تابعي كبير أو ما شابه ذلك. يبقى إذن
مرسل الصحابي معمول به ولا إشكال في هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.